يبدأ الرائد ببداية مشابهة لبداية الشوط الأول، هي البداية الهجومية، هي الهجومية، الله معها سجدة شكر، معها هدف قوي، معها بداية هجومية. بانجورا اللي ما فرق بين كبير ولا صغير، اللي ما فرق بين شباك منافس ولا يبحث عن البقاء، هو اللي يسعد جمهور الرائد من الثانية الأولى، أرسلها بالقدم اليسرى. شوف التحضير، هوبا هوبا هوبا، إسماعيل بنقورة وضعها في الشباك. من زار شباك الهلال والنصر والشباب الآن يزور شباك الخليج، من الطبيعي ألا تستعصي عليه شباك الخليج. من أسعد هذا المدرب؟